شوق وغرام حب واهتمام حلوة الحياة بالحب تصير مليانة خير وأمنيات نهوى بجنون غير وظنون مهما يكون حب ونشوف بكل ظروف حلوة الحياة حب البعيد يوصلنا لأجمل عالم ياخذنا من نشوف اللي حبنا ونعيش وياه خلي الشوق يذوبنا طول الليل يسهرنا شقد ما راح يعذبنا لا ما ننسى طول السنين تبقى القلوب بالحب تذوب وتنبض حنين درس النجوم جو الغيوم والحب يدوب روح البعيد بس من جديد يهزنا الحنين شقد الدنيا تأذينا لكن نعشق تلقينا عشنا بلهفة وضحينا ويا النهوة قلب الطيب كل عمره أجمل واقع ينتظره ورد ونشتم من عطره وش ما شفناه حنان الحب يعيش بكل مكان وبكل زمان نعوض بيش يملينا طيب غالي وحبيب يبقى قريب ويا نريد نرحل بعيد يما نعيش حب البعيد يوصلنا نجمل عالم ياخذ من نشوف اللي حبنا ونعيش وياه خلي الشوق يذوبنا طول الليل يسهرنا شقد ما راح يعذبنا لا ما ننسى اليوم يشيلون الكواليس وراي على كيفك يا عمي كرم شلون مخرج انت رايك تحت يا انت ايش ترى نفسك انت في حياتك كتاب مقال جاي تصير لي مخرج لو مو الفلوس لو تنتحر محد يقدر انا مخرج وغصب عليك انت تجب تروح ليش ما انتك هنا جرب ابو بدك شو هذا اللي صار عيب معيب بحقكم وبحقي وبحق القسم اذا انتم تتعاركون شحال بقيه الطلاب وعلى شنو منو بيكم هذا الفنان العملاق اهم شيء الاخلاق اللي ما عنده اخلاق بعمره ما راح يصير فنان لو يذبح روحه هو اللي اعتدى عليه دكتور ما يهمني من الضرب ومن اللي انضرب انا ما داعش ويا طلاب عاديين المفروض انتم نموذج لهاي الطلبه الباقي اللي بالكليه تتصالحون وإذا تكرر هذا الموضوع تنسون شيء اسمه مهرجان وتنسون الشغل كله مفهوم؟ حقق عليه دكتور أنا آسف تفضلوا المفروض يتعاقب أقل شيء فصل أسبوع
انت اللي بديت، شنو يتعاقب؟ زين ما حولك لك انضباط، اسكت احسن. قاعد تقبلين اني يضربني؟ انت خبل تعرف يا مخلد، هذا عراك وصايع جابك عليه. بصير اذا ما سقطت انا مو على شباب. هلا هلاوات يا بعد قلبي، شلونك ناي؟ الحمد لله مشتاقين كاتي. هلا حبيبي، شلون صرك؟ هلا وناي. عمه من الاخير رايديك ويانا. خلد ممكن قهوه؟ تأمر البرنسسة؟ تسلم لي. ايش قلتي؟ اكيد عرفت بالموضوع واحنا مفكرين تشتغلين ويانا. من المخرج؟ اكيد غياث، هو مرشح الكليه. بالتوفيق. غياث شاطر. هو شاطر بس كلش مكروه بها وجهة نظر. بس انت لا تثوليها. اي لو لا؟ الموضوع مو اي او لا، انا لازم اقرا اعرف الكادر اشوف وضعي شنو وين ويا من. مخلد انت تعرف اني ما محتاجه اشتغل، واذا اشتغل فلازم اشتغل شيء مهم. يعني ارثر يخبل بس ما عنده تجربه كتابه طويله، النص هواي راح يحتاج الناقشه بالقراءه، وغياث لازم يطلع من هيمنه سرى لان هي هواي تاثر عليه، مع انه للامانه هو مخرج ممتاز. بس لازم تقرين وتفهمين وكل هاي السوالف، مو قصدك مثل ما سوت رشا. يا الهي ما يعبر عليك شيء. انا اعرف سرى وحافظتها. شوف انا حابه اشتغل بس تمنيت غياث يصير عنده شخصيه وهو يجي حكايه من البدايه. باعي هو الولد عنده شخصيه بس قعدت بالمي وانضربت الشاشه. غياث مخرج ممتاز وإله مستقبل ودا يشتغل على روحه هواي، بس هاي هواي دا تأثر عليه. يعني بصراحة لا تزعل مني، مرأة تمشي وراها مثل الأثول وهذا الشيء ما يليق. بخر حبو إذا ما تدفع أكل ماكو، خلي حسنات تدفع لك نقبل خليك تأكل لك. هاي شو صداقة أصلاً؟ عندنا بالمانيا ما عنده ما يدفع، يطو أكل زين يطو فوقها فلوس. أكيد أموري مدافع. هلو شباب. هلو. يما فدوة إجت النسوان أموت عليك. لازم نفلس. لا تصدقين هذا دفان أصلي. ما يخالف أنا عازمته. هسه تقدر تسكت. نايم أنا هذا ترى أصلاً ما أعرفه ولا جاية وياه، ليش عيني مخجلني. لا ما يخالف أموري أنيق وهذا شيء يشفع له. طبعاً مدافع ولا فلس حتى بلبسه قضية كل التبرعات. وإذا بقى ممثل ويانا أنا من هسه أقول لكم نبطل لين راح يخلص الميزانية كلها أكل وقهوة. ممثل ايش؟ أقول لك وين رايحة؟ خليني أتغدى بالكافتريا مال الكلية وروح. ما أقدر، ماما تنتظرني بس باكر تعزمني. أوكي اتخابر بالليل. هاي إذا تذكرتني بالليل. يلا باي باي. والله مخوش سمعة. إيه راح تشتغل وياهم، وين المشكلة؟ لا عادي بس إذا شاركوا ناي راح تنجم وأنا أكل وحل. أنت تعرفين ما راح تختارهم اللجنة مو؟ علاء أقربهم يخبل أحسن مجموعة بالكلية، وأنت تعرف غياث ذكي اختار الأحسن، جتهم ناي بعد أكيد يأخذون الفرصة. وأنا شنو جايب النطيحة والمتردية؟ أصلاً كادرنا ممتاز. أنا من السحبة ما خجل نفسي، بهيج حالة راح أتعب بالبلاش. بصراحة صعب حتروح بهيج موقف، كل صعب علي. إذا رفضنا راح نحرج، فبلا زعل اسمح لي أنا ما أقدر أستمر. شنو القصة؟ يا معودة كافي ما راح تموت. دافعين بفلوس إلا خليه يلمع، بعدين تشعل ليش ناهية راح تدفع. لك أنت ليش مخجلني دائما؟ ألو شباب شلونكم؟ لا غير كبير هم زين جيت، رايد فنجان قهوة بشرفك. ألو ناي شنو هالمفاجأة؟ اليوم كنت ناوي اتصل بيش. ألو غياث يابا ناي موافقة مبدئيا. ايه هسه واحد يقدر يتغدى براحته. تفضل مدير الانتاج الفقر نزل له غدا على اساس اسوي. شلون مخرج؟ الله بالخير اخي. الله بالخير. كان يخلص شرفكم بعدنا جوعان. انت ليش ما تبطل هاي اللطلطه؟ ماك خلص. يلا مو مهم، جقاره وفنجان قهوه لبل الا ما تصير زحمه. ناي شنو رايك؟ انا قلت للمخلد
لازم اقرا واشوف. هسه عرفت الكادر اوكي، بس بقى اليوم باللي راح اقرا النص واعتبر الموضوع منتهي، طبعا اذا عجبني العمل. عمة من الاخير انت ويانا لو لا؟ لين اذا ما موجوده ترى انا ابطل. يا الله ايش قد منافق. ايش قال علي بدعت اموري؟ قال اذا ناي اجت انا مبطل. اوكي خلاص غياث، انا وياكم من هسه، يلا بطل وانا اصرف على العمل ما محتاجك. انسى حياتي وتقدر تروح هسه. قلت لي شو اسمك؟ لك هاي تعلسني؟ بسيطة غياث، إذا ما رحت ويا علاء وخليته يتألق. لو مو أنت ما يتألق، بابا هذا طابوقة، عمرك شفت لك طابوقة تفكر؟ لو يموت ما يصير مخرج. ليش أنت شافت لك مخرج يجيب الكلب وياه؟ ولو ما تدري ورا ما يخلص العمل إخراجه، إخراج الكلب. بس دقائق من رخصتكم. مرخوص. هلو. كنت تحكي ويا ناي. يابا انحسم الموضوع، خلص ويانا. انا اريد رشا غياث. يا رشا سرا وين كانت؟ هسه تذكرت؟ لا طبعا، اتفقنا ويا البنيه. ما تتصرف بكيفك، لازم تاخذ رايي. سرا عيب هالحكي، باكر نناقش الموضوع. باي. عيب هالحكي سرا، ما معقوله هالكلام. البنية اتفقنا وياها وخابرت من الصبح، قالت خلص انا وياكم، شنو هسه نحكي وياها وقلها لا اسفين؟ وانت ليش عصبي؟ هي مجاملات لو مصلحة عمل. مصلحة العمل ناي تشتغل ويانا. صح راح تشلع قلبي بس احسن من رشا، عندها 100 رأي بالدقيقة. هاي فرصة، رشا أفضل، إذا أنتم ناويين تجاملون أنا مصرة على رشا. يعني شنو مصرة؟ أنت مخرجة مثلا؟ لا العفو أستاذ، هي فرصة وجدتك بعد يا رشا، أصلاً طز بالعمل صعد نزل، المهم الخاتون وياك يا مسرح. سرا بلا لغوة. أنا إذا مو رشا ما أشتغل، وأنت أبقى على رأيك أنت حر، بس بعد لا تتصل بي. أحسن، ورشا لو تبقى بس هي ما تشتغل وياي، مو أنت اللي تفرضين علي رأيك، أنا مخرج مو طرطور. شو هالأخبار غياث؟ ماكو داعي نتناقش. ما شفتها؟ تريد تفرض رأيها بأي طريقة، أنا المخرج. تحترم نفسها وتحترمني. صراحة ما لها حق. يعني ثم ابني البنية البارحة اتصلنا واتفقنا وياها. شلون اليوم نرجع نقول آسفين؟ خليتها إله، خلي يروح يدبر له مساعد أرد أشوف ياهو اللي راح يتحمله. سرا ممكن نهدأ؟ ترى انت تصرفك مو صح. انت همين زياد؟ قل لي شنو الصح، لان الظاهر انا الوحيده الغلط بيناتكم. يا عيني بس هدئي. لا ما اهدى، وانا على ابو الشغل وطز بيه وبس رحيته. ثقي الدكتوره، هاي سوالف غياث، هو اللي خلاها تقلب علي. انت تقبلينها؟ انا استغربت كلامها. هي شنو رايده تشتغل ويا غياث؟ ما ادري بس سمعت متفقة ويا سرا تخلي ناي تنسحب وتشتغل بمكانها. ليش غياث اتفق ويا ناي؟ ايه من البارحة رشا سمعت ناي راح تشتغل وياهم اتخبلت. هن وحدة صغار من الأخ، اطمئن ناي ما راح تنسحب ورشا ترجع، أنا أحكي ويا دكتور سعد أخليه يرجعها. إيه وشنو المشكلة؟ وأنت شو عليك بناي؟ شنو شو علي؟ هي هتنجم ويبقى أتفرج؟ مو أول مرة قالوا لك ليش ما قبلتي؟ يعني بهالطريقة تيدا تحرجيهم. أنا ما قلت ما أشتغل. لا صدقت خطيئة شقد بريئة. تتفقتي ويا علاء حتى تكسرون غياث، هسا من جتي ناي صارت الشخصية عزيزة. رشا بلا هالسوالف ما نسوان. أنت ممثلة ركزي بشغلك وعفوا هالسوالف. ارجع اشتغلي ويا علاء وخلاص. شو ما أرجع؟ ولا أشتغل ويا غياث وأصير خشمها. دفضة على التمثال فضمان؟ غير محاضرة. قلت له وادم إذا عفوا الشغل هسا أتبهبل. رايح لك كافتريا تعال ورايا. يعني لازم اقول لك انت صح تقعدين. يعني لازم تزوجني انت، شنو الاسلوب؟ هلا سرا. هلا. سبيش. تعالكت ويا غياث وطلعت من العمل. وليش تعوفي؟ هو هذا اللي يريده، حتى باشر وعقبه يظل وحده ويا ناي. ترى انت غلطانه. يعني ايش تريدين اسوي؟ شو بس فكيت حلقنها بيا رزاله، هسه صارت عزيزه وما يقدر يكسر خاطر، هو كان يتوسل بيا حتى احكي وياك، تالي طلع متفق وياها على اساس صارها تتمرن شهرين. بس انت بهاي الحاله حتعوفي تسرح وتمرح وياه، واني وانت خارج الحسابات. انت السبب، ايش قد توسلت بيك حتى تجين؟ شلبتي بعلاء الاسود عبالك بيه خير، وانت تدرين بيه غبي وما يدبرها.
بس أنا اللي عرفه غياث وناي مستحيل يشتغلون سوا. هي إيش قالت؟ إيش ما أدري إني بس يقول لها تروح ركض بس تسوتش مفروض نبهيني. رشا بعتذني لسويهن عليه. أنت كنتي حاسبتها غير حسابات. عبالك ميسرة تدعم علاء ويطلعون غياث مو يعني إيش تريدين أسوي ألطم مثلاً؟ إيش ما أدري إني علاء قال لي هالشكل قال لي شغل بفلوس واستفاد طلع عثرة بن أثول. إذا تحبون أنا أروح أرجعها. ما ترجع خلاص انسوا موضوع المساعد بعدين نفكر فيه. المهم من باكر نبلش القراءات. يا أبا هلا جت العطور. لا يا أبا مخلد عم نجمة كبيرة هي قوة. هلا شباب. هلا ونايت تفضلي. تقبل تقبل هاي الممثلات. لا يا أبا رشا قريت أوكي الناس حلو بس عندي كم ملاحظة يحتاج نسولف بيها بالقراءة. طبعاً بعد إذنك أبونا ومن بعد إذنك غياث. بالعكس يا ري عظيم بس هذا الكلام نهائي لأن وضعنا ما يتحمل تعتذرين. ناي وقتنا كلش محدود وصراحة هاي الشخصية دخلنا بستين مشكلة بسببها. اعتمد خلاص أنا وياكم وجاهزة. أنا وياكم شو ما بطلت. هذا مخلص خبيث أصلاً. أنا قلت إذا ما تجي ناي أبطل. هلا شباب. هلا عجبتني شخصيتك ضلعي. متأخر ضلعي عندنا اجتماع أطلع برا. ضلعي وداحتك ازدحامات. غيره مو أكو. ضلعي لا تأخرنا عندنا شغل. خطيه سامحة بس هالمرة. بعد قلت لك سامحة ليش تقفل علي ترى أبطل. وما تبطل على اساس الباتشينو. لك انا لو مشتغل العراب كان حد الان يسولفون بي. هسه شنو ابقى لو اطلع؟ انكتم وقعد الخاطر ناي. مره ثانيه اذا تتاخر لا تجي احسن لك. صار. يلا قعد. العراب. انا ما اتحمل اشتغل وياها. ناي وحده شايفه نفسها كلش تتصور مالها منافس. كلمتين على بعض ما تعرف تقولهن خشبه على المسرح. ولش حرام عليك ناي خوش ممثله. لا انتي ما تعرفين بتكنيك الممثله بجدي. ناي اصلا ما عندها اي تكنيك. تكت الحوار وتطلع حتى ما عندها اي حضور. ما بعرف شنو مشلبين بيها وجايبيها. لا فوقها ما تقبل تشتغل تتفكر وتقرا. شكو يمه خير على كيفك يا حسين. ما أدري بس ناي خوش ممثلة وعدها جوائز هواية واختياراتها حلوة. أنا هيكي شايفة. ترى كرهج هاي شبيج شو صافة وياهم. اشتغلي ولا تبقين موسوسة. اثبتي نفسك بالشغل. هواني من طبر عمل غياب حتى اثبت نفسي. أنتي من كل عقلك عملكم راح ينقبل بالمهرجان. يما تتحلمون الأعمال النازلة معدلة يعني مستحيل نفس أحد. هستي شنو قرارك؟ راح تبقين ويا علاء لو تشتغلين ويانا لو شنو فيلمك؟ ما ادري بصراحه مقرره. اشوف القصه بعدين اقرر. اقنعها. انت مو تقول شغلك زين اقنعها بهذا المنطق واذا اقتنعت راح تشتغل رشا وياك. فاروق قاعد انا شكو جيت عليك. انا لو اقدر اقنعها كان قنعتها. انت تعرف دماراتها انت تاثر عليها. الشغل شغل سرى. هي ما تحب ناي وحده مطيقه الثانيه تحاول تدفع ناي باي طريقه. قصة لا قصة ممثلة ولا دور ولا بطيخ. أنت تأثر على رشا. احكي وياها لا تخلي الصورة تقرب راسها. بعدين أنا أريد مصلحتها. هي وياي راح تنجم. وحتى العرض إذا ما انقبل بالمهرجان أنا مستعد أعرضه بأحسن مسرح وأسوي له دعاية خرافية. غياث فقر إيش يطلع منه؟ ثم هي ليش تشتغل مجانا؟ أنا قلت لها إيش قد ما تريدين أنطيك. شوف علاء أجيك من الأخير أنا ما مقتنع بموضوع التمثيل كله. بس راح أحاول خاطرك مع أن الموضوع أنا واثق منه أنه سرعة تأثر عليها أكثر مني ومنك لأنه هي تعتقد سرعة تفتهم وتريد مصلحتها. خبان ذاك اليوم حكيت وياها ضاجت. تدري ليش؟ لأنه بس مجرد قلت لها ما يصير تنسحبين ولازم تبقين. ما يصير. هي السوسة سرعة ذابح نفسها ورا غياث وهو مو يمها ولا معبرها عين على واحدة غيرها. وأنا أعرف ليش فاتحها الناي. وهي ناي راح تشتغل وياهم أكيد؟ يعني هذا اللي سمعته بس الموضوع بعده ما محسوب. لا هيك قفلت عليك. انت تعرف رشا وناي متنافسات وواحدة تريد تكسر الثانية. ذني بس قدام العالم حبيبتي وحياتي وسوالف وسلام بس ان واحدة تكره الأخ. أنا ما أكره وأحب شغلي. صح ما كلش أحبها بس ما أكره. كل ما في الأمر هي وما تشوفني أشتغل تروح تزق نفسها وتشتغل. عمل دكتور رياض أنا مرشحة إله. ثاني يوم هي راح اشتغلت وياه ومرتضى هم كذلك. كل هاي مصادفات شنو الفيلم؟ شايفني ثولة؟ رشاوي هدئي ماكو داعي نكبر الموضوع.
ترى غياث هسه ما مقرر، هيك افتهمت. واذا تحسين الشغل وياه يسبب لك مشكله اشتغلوا ويا علاء. ترى علاء مو سيء مثل ما يقولون الولد، علاء يهتم بالشكل بس الولد ما يقرا، وعيه مو تمام، فلذلك نشوف عمله ضعيف، ما عنده معرفه بفلسفه النص. انت وعيك ممتاز، ممكن تسحبين العمل لمنطقتك ويطلع حلو. ما عنده مثل بخير يطبق مالك لبات على المسرح، يشوف له فيلم يقلده، يشوف له مسرحيه عالميه يقلدها، يشوف له اغنيه يطبق نفسها، مو مخرج. ما اعرف، انت مو تقولين عندي مشروع، المفروض تهتمين بمشروعك وتحافظين على شغلك وتعوفين ذن السوالف الجانبيه، اللي يريد يصير ما يدور. ناي ترى رافد فقير، يعني عوفك من هوسته، بس ترى كلش قلبه طيب وهوايه يحترمك. انا ما قلت غير شيء ناس، انا همين احترمه، بس هو هوايه تصرف تصرفات تعبانه، يعني المفروض اللي بمكانه يكون تصرفاته وشكله احسن من هيك. يعني لا تزعلي مني بس بصراحه ولا عبالك اخوك، انت مرتبه وتعرفين تصرفين وكلاس، هو صدق تحسي ابو معارض. انت تدرين هو هيك من الصغر ماخذ من اطباع السوق ويحب يشتغل بالسوق، يعني حتى ابوك هواي احيانا يضوج منه ويعصب عليه، بس خلص يا هاي شطاره مو لانه اخويا، بس بصراحه ابوك هواي يعتمد عليه، وتشوفيه احيانا هواي ما ينزل للمعرض لان يعرف اكو من يسد مكانه. والرجال مو بس شكل، ترى الرجال مواقف وتصرفات وشطاره، وانت تسمعين ابوك من يحكي يقول لك ما كل السوق اكل. مو كل شيء بالحياه فلوس ايناس، المفروض تخليه يتعلم يتصرف تصرفات زينه. انت ما شفتي ذاك اليوم بالمطعم عزه بس يقوم يتعارك؟ أنا ما أقبل هالشكل، كلش أخجل. إليش مني أنا أحكي وياه، بس اللي أريده منك لا تقفلين عليه، يتعلم. لكن أنت شو تريد؟ شنو هواي؟ على أساس فلوس أبوك شوية؟ عوفة علاء، عوفة الخاطر الله، لا تلع وياه. إيش قد تريد أكتب العقد؟ 85 كل وحدة. لك أنت تريد تقفص على الوالد؟ إيش قد ناقص؟ أوكي، موافق. إنا من 6 وراح أزيد على كل سيارة 12. متفقين؟ اوكي متفقين. رافد هذا ضوجنا شوي وخلي نقوم نوقع العقود. اوكي. صراحة انت الحق وياك، شغلة الورش مفيدة جدا، بس ما اعتقد السيد رئيس الجامعة راح يوافق على هذا الشيء. ميزانية ماكو، منين ننطي فلوس؟ يا اخي ما تنطي، انا راح احكي ويا الجميع واحاول اقنعهم، احنا بحاجة الى خبرة عملية يا أخي. العالم كله يعتمد الآن على الورش، إحنا طلابنا الآن بحاجة إلى ورش لتعليمهم الإضاءة، التمثيل، الحركات. يا أخي الدروس النظرية أكلتهم أكل، إحنا بحاجة إلى دورات العملية، وهذه ما تصير إلا عن طريق الورش. يا أخي دكتور رياض عنده خبرة، دكتور علاء أيضاً عنده خبرة، لكن عندنا طلاب ممكن أنه يكونون مميزين لكن بطريقة الورش التي ممكن أنه نسويها بداخل الجامعة مالتنا، وممكن أنه يكونوا عندنا طلاب مميزين بها. دكتور لا تنسى مو كل طلابنا جايين حتى يطلع لك فنان، أكو منهم هواية جاي مجرد يريد يدرس يتخرج يروح يصير أستاذ أو مدرس. نعم دكتور سعد، لكن أكو طلاب مميزين، هذول الطلاب لازم تصير لهم ورش عملية حتى يكونون طلاب محترفين، بالمستقبل يكونوا محترفين، وهذا أكيد إحنا بحاجة إليه. خلص أنا راح أحاول أحكي ويا السيد رئيس الجامعة إن شاء الله خير، ومحتاج وقفتك وياي بالنتيجة. أنت العميد. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. ها عيني شكو شو منزل الكبنك من ورا صاحبك غير هو هذا تافه إيش بيه؟ شوف هاي وحدة ويومية أشوف شي بتليفونه من هذا. لو راويتش العدي ويلي كوارث. بابا هذا ملطلط عوفيه، أصلاً حرامات تحكين وياه. لك أنت ليش حاروقه؟ بطلهن، حرام عليك دمرته للولد. الله دائماً يسلطني عليه. بس أقول لك ترى حلوة. حلوة مو بسيطة مخلد. حلوة بعينك بس باوع، أني هذا لو أموت بعد ما أحكي وياه. أحسن، أصلاً هذا شو راح تستفادين من عده؟ زواج ما راح يتزوج، طايش 24 ساعة. تخيلي شفته أولت البارحة الساعة 4 الصبح بقهوة أبو زهراء. شو يسوي؟
وانت عيني شو ودك للقهوة ساعة 4 الصبح؟ ويلي ما صرت. أنا آسف، يمكن صار بيننا أكثر من مرة تاج، بس مو قصدي. أنت تعرفين بيش قد أحترمك. مو مشكلة غياث، إحنا زملاء وأني أحب شغلك. أنا راح أحاول أكون هادئة، بس أنت بطل تستفزني. أنا أستفزك؟ تتصور سرا راح تعفك بحالك؟ ليش شنو مشكلتها؟ هي اللي طلعت، ما حد قالها طلعي. سرا رايدة رشا وأنت تعرف هذا الشيء. أصلاً البارحة من فاتحتني حسيتها تتمنى أرفض. شفتي؟ رأساً أخذها وطلعي تمشى وياها. هو رايد هالشي من زمان، أصلاً يحبها ويموت عليها. لأن أنت غبية. رجعوا ضغطي عليها يطلعها. اي صدق مخلد ما يكذب. بعدين هاي مو صورتك، ليش تكذب يا معوده؟ هذا شغلتي حاروق، ايش بيك اندفعتي؟ لا ما اندفعت، بس انت سوالفك سخيفه. انت ذا مو قد الارتباط، شكو ترتبط؟ عمي بشرفي حقك ولك كافي. غير هذا الصدق؟ اي صدق. اني ثوله صوتي اصلا اكبر ثوله لك. يا بنت شلون تحملها؟ ما تفهمني؟ لك انت ليش حقير؟ طفرت هسه ارتاحت؟ تجي انت بس استرخي. ولك هاي ثوله تصدق؟ هسه مين ادبر احد يغديني؟ عساها بحظك وبختك، قوم غديني. انت بس خليك رجال ولا تغير موقفك. واذا اتصلت بيك ورديت انت اللي تدفع. هي منو؟ حسنات. حسنات؟ ما اعرفها ويانا بالكليه؟ هاي شنو انتو؟ شقد ناقصين؟ بالعكس. أنا أشوف الإضافة كلش ممكنة، وخلصونا من المشاكل خلينا نشتغل. يا أخي صالح سورة خلينا نرجع نكمل. ممكن تنسى؟ الموضوع انحسم. حرامات، أنا ما أريدها تنسحب، جديات أحبها، بس هي هواية تغار عليها غياث. على شنو؟ الشغل ما بيه علاقات خاصة، وهي ما تغار علي، هي تريد تجيب صديقتها حتى تشتغل. يعني الموضوع ما يخصني. إذا منحرج أنسحب، كلش عادي. طبعاً لا، إيش تنسحبي؟ أصلاً هو رادها من الله حتى يخلص من عندها. مو هالشكل. بس أنا ما أحب أحد يفرض علي رأيه بالشغل، وهي دائماً تحب تفرض رأيها وأفكارها علينا بالشغل. هاي أبي يلا قومون نتغدى بالكافتيريا اللي برا. ماكو داعي، غياث وش اللي هناك وهاي وياهم ما ارد اشوفهم. هسه انا جوعان عيني، يعني مو وقت حب وخلافات، بعدين نتغدى بعيد عنهم، ايش علينا بيهم؟ نتغدى هنا بالكافتريا احسن. اها يعني تتحملين اكل كافتريا بس ما تتحملين تشوفيهم. حبيت هذا صراحه. يا رب الحاج. الو جماعه هنا عالسيني. يعني ما اخلص من خلقتك؟ حياتي احلى ناي بالموضوع، اصلا الناي احسن من الكمان. شفت اموري؟ غيره ماكو. حسنات وين؟ طفرها هذا الحقير. ولك انت ليش مجوز من البنيه؟ انت مو تدري بها هاي تصدق. هسه انا قايل لك النصائح بوحده، انا عندي ضمير اوصلها بكل امانه، بقت هي وضميرها. الله ابونا، اكيد انت اليوم ثقيل واخوك عنده بس 2000، العداله حلوه انت ما تقبلها، بس 25. بس 5000. تفضل السالفة؟ هاي قسوة، الخمسة ما تفيد أخي. ما طول البرنسيس موجود ما راح أحتاجكم اليوم. الغداء على أخويا مخلد والباقي على الله وعلى البرنسيس. أصلاً إحنا من شنا بألمانيا اللي ما عنده يطوي 100 يورو. مو قلت لك خويا؟ غيره ماكو. غيره ماكو. يعني شنو خطبت؟ ماكو شيء، تجيب بقصة متخلي عد دجاج يصير كباب عروق، شنو يعني تجي تخطبني؟ تجي مثل الخوش آدمي تقعد قدام بابا وهو راح يرزلك وأنت تبتسم وتقول له حاضر عمي. على شنو أقول له حاضر عمي؟ على الكباب لو عليت. وراح يباوع لك وتحس نفسه لعبانة منك، هو بابا هالشكل لعبانة نفسه من كل شيء. أول سؤال يسألك يا عندك بيت؟ عادي قول له أي. عندك سيارة؟ هم قول له أي. وإذا سألك إيش وقت تأسس شركة؟ قول له الإجراءات كملت. انت ليش مصره على الخطبه؟ هاي خطبه الجمعه هو المنه، ثم غيري الوالد باكر اجيك. ليش عيني؟ ايش بي بابا؟ لا ما بي شيء، بس يجوز يقول نظف بغداد بعود اذان. دي الله عيني، على اساس ابوك اونسيس وبابا عيمو؟ اقول لك هاي جوعان، ممكن يتعارك بعدين حبابه؟ انا هسه ما اقدر اتعارك، والقضيه احتاج لها استعداد نفسي. استعداد نفسي شنو؟ انت ناوي تخطبني لو لا؟ انت كنت تقشمر علي يعني؟ ولك ليش اقشمر عليك؟ بس ابوك ما ينجرى حتى ويا الكنافه. ما اسمح لك تحكي على بابا. دي الله سجقنا عدو ما أخذ الحياة جديات، من يبتسم يضوج. دي الله عيني، على أساس أبوك نسمة، هو مو يقعدك بمسبة ويقومك بمسبة، ومن تسلم عليه عبالك متداين منه.
كلش حسنات، ترى الولد مؤدب بس يعني يحب يصادق ويجمع صور، وين المشكلة بالموضوع؟ يعني كل ما صاحب له مليون بنية معناته خاين؟ لا عاد شنو رايح عمره مثلا؟ شوفي ما افتهمتيني، انت يحتاجك مثال. مثلا انت اذا سويتي زلاطة خليتي بيها كرافوس بعدين شوية كرات على نعناع، بهالحالة انت جاي تخونين الكرافوس؟ لا طبعا، انما جاي يزيدين النكهة يا عيني. بهاء شايف هذا وجهك؟ راح اسويه مثل الكلاص باللوحة. تحب هزك حتى تنام؟ من انت البارحة؟ قاعد تقرب الستة الصبح. أكيد راجع ساعة بالخمسة للبيت. خمسة وربع. هو شنو الامتحان؟ ليش ما تنشب وتسكت خلينا نفكر؟ أول مرة أشوف واحد يفكر الصبح. هسا ما قلت لي شنو الامتحان؟ أصل بحث عيني. حلو. ليش هي هالمادة عندنا؟ صفر أبو ثلاث نقاط راح يجي كيون، بحيث راح تعرفها عندنا لو لا. عود ليش أبو ثلاث نقاط؟ شنو هالصرف هذا؟ لو فوقها يكتب لك إياها خاف ما تعرف تقراها. أخي أبو جنة أنت سندي. لا حياتي لا سندك ولا بطيخ. دكتور كحيل قافل من الأبي، يعني الغسلة راح تجيك مسلفنة. قوم منها هون قعدت بالقوة الصبح. قوم. مخلد بشرفك بس خلي باوع عليك. تباوع على شنو؟ روح اقعد يوم سماوي. سماوي بشرفك بس سؤالين. طبعا لا، شكو قاعد يمي. صباح الخير. صباح النور. امير ايش عندك واقف؟ هم جاي الدار راح تطلع من عنده؟ يلا هناك بالاخير اخر واحد يلا ارجع. دكتور الحج حالته ضعيفة، أقدر أجل؟ البارحة كنت نايم مو يخال بالمستشفى. هسه شنو الربط؟ حجي حالته ضعيفة خالك المستشفى. ارجع ورا يلا. زين عاد اطلع برا؟ شوف أنا اليوم قافل عليك. اليوم تمتحن على تمتحن. ارجع ورا. زين وخالي؟ بالمستشفى. نرجع ورا؟ لا أنا يمك بخالك بالمستشفى. مرحبا سرى شلونك؟ شنو طالعه من عمل غياث؟ اي اكو شيء؟ لا اقدر احكي وياك. ليش؟ يعني عادي اقدر احكي وياك بموضوع. احكي. مو هنا يعني خلينا نروح الكافتيريا ونتمشى. شنو تحتاج موسيقى تصويريه حتى تحكي؟ صفر ابو المثلث لا فوقها رزاله. الله ايش قد حلو. لا لا الولد موهوب. اي والله كل امتحان مترزل ما شاء الله، كل امتحان ماخذ صفر. اي وحضر نفسك عندنا امتحان تمثيل. شنو شكو شو دق امتحانات؟ احنا بالمانيا اصلا ماكو امتحانات. لا حبي احنا بالعراق عندنا دق امتحانات. حقك قابل جاي للكليه؟ الحياه صعبه. هو شنو الامتحان؟ كيفك اي مشهد يعني لازم نحفظ. شنو هاللغه؟ با 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 استلم شوف لعنتين ويوم انت تمشي. ضلع الواد ما تتمن. وين الاخلاق؟ ضاعت. وين المبادئ؟ يمكن شفتها بالكافتيريا. بس غيره ماكو ضلعي. اي والله غيره ماكو ضلعي. انت ليش تحكين وياي هيك؟ ماما تعال من الاخير وعوف هذا الثول، انت ما لك علاقه بالاخراج، تريد تطق براسي؟ لا ما اسمح لك، ترى الكليه كلها تعرف شغل علاء شنو. يا شغل هذا اللي يلزقوا الطلاب، انت بعد 300 تريليون سنة ما تاخذ بطل زيت مو جائزة، وإذا أرادوا يطوق جائزة يطوق جائزة أحسن مخرج فاشل. سرى بالأخير شو تريدين أنا حاضر، وأنت تعرفين علاء شو. ما تقول لي ايش بك صافون؟ أبحث عن شكسبير يطلع لك هذا مساهر، هذا الجوجل هم مثول. اكتب أكون أو لا أكون تلك هي المسألة. أكون أو لا أكون تلك هي المسألة. اي هذا شكسبير. اي من البداية يا جوجل. ايش قد تدفع؟ كيف؟ حلو وتريدني احكي ورا شوقنها حتى ترجع، اعرفك ما جاي على سواد عيني، ترى اني ماخذة ماجستير بكلاواتكم. والله بصراحة يعني إذا أنت ورا شاف يصير العمل لوس. اوكي، إذا هيج ثقلت الكروة، تعال نطلع برا الكلية لأن راح تنقط قطة مدمرة. أنت تعرفين أنا الفلوس ما تهمني، أهم شيء نطلع عمل حلو وننافس بيه بالمهرجان. تمشي. شو تريدين أنا حقا؟ امشي خلي قطك. أكون أو لا أكون تلك هي المسألة أو ذلك هو السؤال. لك هان ضلع جدسة بنفسك. شو صاير جد شكو غير عندنا امتحان تمثيل لك كنت تتوى صار نص ساعة من بدأ الامتحان. دروح لحق روح.
صدق تحكي يا ضلعي؟ وحضر نفسك للرزالة. يلا. شرفك الطيني يا هاي. عندي مشهد يم دكتور كحيل. تفضل. تفضل. مو قلنا تفضل. تفضل. انزل انزل خلنا نمتحن. انزل. أكون أو لا أكون؟ ذلك هو السؤال. بلا صوت بلا صوت بلا نهدد. أمين الأنبل للنفس أن يصبر المرء عن مقاليع الدهر وسهامه؟ أم يشهر السلاح في بحر من الهموم وبصدها ينهيها؟ نموت ننام وما من شيء بعد. أنا أقول في هذه النومة أننا ننهي لوعة القلب وآلاف الصدمات التي وآلاف الصدمات التي وآلاف الصدمات التي الصدمات جايتك يا طرن. اطلع برا صفر. هاي السوالف ما تمشي علي. يلا مخربت الحالة النفسية دكتور. بس بابا بلا ضحك. يا حالة يا نفسية ناصب علي. انت جاي متأخر وما حافظ لك. ابني نصيحة لله، بطل تمثيل وروح افتح لك محل واشتغل، لأن أنت ما تصير ممثل يا أجوف. برا وصفر. بس المحل يكلف دكتور. بس بابا ما سمعت؟ المحل يكلف. برا شنو السالفة؟ شو قال امتحن يمي قل اطلع برا. شنو أبو بريس؟ بس يلا اللي وراه. من وراه؟ لك انت مال اكون او لا اكون؟ لا داخل بالشخصية. على كيفك يا ابسن، على اساس شلون حافظتي؟ غير ما خلانا اكمل لان هنا صمت حتمي، اكو شيء اسمه حالة نفسية يا طرن، بس ولو انت شنو فهمك بالتمثيل؟ ضلع قصدك الثول مو صمت، لان عيونك صارن بالعروض، وجهك قام يطلوان. انت ايش عليك بالفن؟ خليك مركز بالفرن. امير، انت لازم تعرف انه انا كلش طجت، ترى انت ترزلت. اترزل؟ طبعا، اذا واحد مثلي عايش وسط كومه من انفاية الفكرية، لازم اترزل. قالي له شبع كلات وبالاخير طلع الرجال يحكي صديقي. ضلع ايش وقت ناكل؟ ذلك هو السؤال. احسنت بارك الله بيك. خليني افكر. بس رشا ما اعتقد ترجع. انا راح احاول. وهسه خلص مبدئين انا وياك واحتاج ان اصعد له لان اكيد سقط. وك شغله مهمه لازم تفكر بيها. مالت تنافس غياث انسى مستحيل. فلهالسبب نحتاج ممثلين زينين. ونصبي حظ واخراج عظيم وانت فدوى لعينك ولا وحده من ذني عندك. بس قل لي انت ليش جاي مكلب بالاخراج؟ شو تريد؟ ايش بي السرعه؟ شنو غياث احسن مني؟ اساسا هو كل شيء ما يبتيم. تعرف الفرق بينك وبين غياث شنو؟ شنو؟ غياث ميسي وانت اللي تجيب الطوبات، هذا الفرق.